يقول إذا كانت المرأة تلبس لباسا ضيقا فهل يصلح هذا للصلاة أو لا؟ اللباس الضيق ما يجوز للمرأة لأنه يظهر كفاسنها للرجال ويبين أحجام أعضائها. المطلوب من المرأة أن تلبس لباسا واسعا يغطي عليها ولا يبدي شيئا من تقاطيعها، ولكن لو صلت بثياب ضيقة صلاتها صحيحة ما دامت فاسرة لبدنها ولكنها تأثم على كونها ضيقة، هذا تصح مع الإذن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.